اللي زرت قبل المغرب ظهرت في سنة 2005 بعد تشكيل أول فصيل في المغرب اللي كان هو فصيل جرين بويز من جمهور الرجاء البيضاوي، وبعد ذلك كانت متوالي تشكيل فصائل أخرى في الوداد وفي الجيش الملكي. دونك دابا الحركة تقريبا عندها واحد 14 سنة، في شهر 6 بالضبط ولا هذا غيحتفل فصيل الجرين بويز بالذكرى 14 شهر التأسيس. دونك تما كانت الانطلاقة العالمية راه ظهرت في الربعينات، كانت بدات في أمريكا اللاتينية ومن بعد انتقلت لأوروبا والعالم العربي، كانت دخلت عن طريق لي زولترا ديال تونس في العالم العربي كانوا هما السباقين، والمغرب كان هو ثاني بلد من بعد مصر والجزائر، والان راه تقريبا اصبحت في جميع دول العالم. ولي زولترا عندها دي برينسيپ اللي معروفين عالميين، هو انه كنشجع فرقتي في الصرع والضراء، هو انه كنكون فيدال للفرقه ديالي والالوان ديالي ديال هذا، انه يكون استقلاليه من ناحيه التمويل الذاتي. كاين نقطه ثالثه هو انه الباش وكيكون شيء مقدس كنحافظ عليه كما كنحافظ بحال قلتي هو الشرف ديال المجموعه. هادو لي برينسيپ الكبار. اما بالنسبه للفلسفه ولا هذاك راه كيختلف من الترا لالترا. اللي كيخلي الشيء اللي كيميز الترا على الترا هي العقليه، كل الترا عندها عقليه ديالها. مثلا الى خدينا مثال ديال الفصيلين ديال الرجاء الجرين بويز والايجلز، ما كتلقاش نفس التفكير عندهم فهمتي، وذلك كيتجلى في الرسائل ديالهم وكيتجلى حتى في التيفوات ديالهم، مع انهم عندهم هدف واحد هو تشجيع الرجاء، غير هو كله كيشجع بطريقته وبعقليته. كاين مثلا اللي كيكون اختلاف في اللباس، اختلاف تمجيد الالوان، اختلاف التعصب فهمتي، اختلاف كيفاش تاثر لي مونبر ديالك، اشنو تدخل ليهم، اشنو علاش تربيهم، ما يمكنش نعطيك لي ديتاي لانه كتبقى اسرار ديال المجموعات فهمتيني. دونك هذا هو الاختلاف اللي كيكون، وداك الشيء راه كيتجلى ليك فهمتيني، راه كتشوف كل اورترا وكيفاش اللي تبعتي. الا كنتي متتبع للشخص اللي متتبع راه غادي يعرف هذيك 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 الاورترا كتفكر بهذا الشكل وهذيك الاورترا كتفكر بهذا الشكل، غادي يبدا يبان ليك. النوع ديال التشجيع راه عادي، هو الحضور اولا دائم فهمتي، الحضور تكون في ذلك المقابلات ما تتفرجش في التلفازه، الا كان عندك البوسيبيليتي بيان سور دائما تكون ديبلاسي مع الفرقه داخل الدار البيضاء مثلا وخارج الدار البيضاء بالنسبه للفرق البيضاء، ولا كنقولوا داخل الميدان وخارج الميدان. الشيء الثاني هو طريقه اللباس ديالهم، راه كتشوف كيكون زي موحد وداك الشيء كيعطي واحد الصوره اللي فاش كيدخل اللاعب وكيشوف هذيك الصوره راه كتعطيه واحد الدفعه نفسيه، انه كتدخل كتلقى التيران كله لابس الخضر، دونك راه الناس كلهم معاك راه كلهم وراك، هذا راه نوع من التشجيع. كاين النقطه التاليه هما الرسائل اللي كيصيفطوا للعابه، رفع تيفوات، الاهازيج والاغاني اللي الان دايره ضجه عالميه فهمتي، ولو مجموعات الالترا كتحس بانهم ما بقاوش مجموعات ديال التشجيع فقط، عندهم 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 دي جروب خاصين الاهازيج والاغاني والشعارات وداك الشيء. كلاشات دابا راه كتعني بها هي لي ميساج، هذوك لي ميساج وداك الشيء راه داك الشيء راه مونديال داخل في لو جو فهمتيني، داخل في لو جو ديال لي زولترا، انه مثلا هذاك الخصم اللي هو جمهور ضدك راه دابا كاين جوج فراقي لاعبين الكره، ولكن راه كاين جوج جماهير لاعبين، دونك عادي داخل في اطار كما كنقولوا هذاك هو الملح ديال الالترا فهمتي، انه انت عندك هذه القضيه غادي نكلاشيك فيها، وانت عندك هذه القضيه نكلاشيك فيها، غير حنا نتمنوا ان داك الشيء يبقى في حدود اللي ما يوصلش المشاكل ويوصل لهذا فهمتي. دائما كنا كنادوا انه يبقى الكلاش في اطار تاريخ داك الفريق، في اطار النتائج ديالو، في اطار هذه راه الكلاش هذا الشيء راه كاين حتى في الشارع، في الشدان نهار اللي كتكون الديربي راه كتلقى سيمانه شي شاد شي كيكلاشي شي، هذاك الشيء عادي ما يمكنش غادي تعزل لي زولترا على الجمهور العادي اللي كاين في الشارع. الحمد لله هو انه حنا دخلت عندنا الموجه ديال الالترا اللي انه الدراري على باعين وعلى بال اننا مسلمين ومغاربه ما يمكنش غندخلوا شي حاجه اللي غريبه علينا. الهوليغانز كانت في وهي في الانجليز كان واحد الجمهور اللي كيخرج وكيدير الفوضى وكيضارب مع البوليس وهذا بدون سبب، علاش باش يبان في الصوره لا تورسيدا ولا داكشي اللي كاين في امريكا اللاتينيه، هذوك راه بحال قلتي شكل العصابات او مافيات، مع انهم كيتجمعوا كيتفرجوا فرقتهم بيان سيغ هما مشجعين، ولكن كيخرجوا كيستغلوا
داك لا فول وكيمشيو كيسرقوا مثلا اجونس ولا دو بانك ولا يسرقوا شي محل ديال الذهب ولا هذا. دونك كل ماتش عندهم خطه باش يديروا شي حاجه. هادشي اللي كاين ما هما حتى هما كيبقاو جمعوا غير هادشي. حنا بعيد على المغرب والحمد لله الاولترا في المغرب راه غادا في الطريق الصحيح. بيان سور دوزنا مشاكل كثيره مع لي زولترا وبيناتهم وداكشي لانه الارتخاء بالنسبه لينا شنو هو عنده تعصب للحب الفريق ديالو للمدينه ديالو. دونك دائما كيكونوا دوك الكلاشات وداكشي. ودابا الان مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كيكونوا دوك المناوشات في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك اللي كتقدر من بعد كتشوف على ارض الواقع هي فاش كتشوف هذوك المشاكل اللي كيطراو ما بين الجماهير. سؤال فاغ هذا ما غنقدرش نجاوب عليه لان ما كيكرهوا والو. هما بحال بنادم حتى هما عادي كيكرهوا. يمكن مثلا كنتي في الدار البيضاء انا رجاوي ما غاديش نبغي الوداد الخير وراه ودادي راه ما غاديش نبغي الوداد الراجل الخير بهذا المعنى فهمتي. حتى انا كنفرح ملي تخسر الوداد ووداديك يفرح ملي كتخسر الرجاء باش نشد فيه ويشد فيا. هادشي عادي ولكن هذيك كلمات الكره ما كايناش فهمتي. الكره ملي كتوصل الكره راه ما فهمتي. دونك كاين هادشي هو اللي كاين. هما ما غاديش يبغي الوداد ترباح الاخر ما يبغيش الرجاء ترباح عادي. الناس مجموعين عندهم ان بيدجي ديالهم كيجيبوا الفلوس كيخدموا بهم تيفوات كيشجعوا كيدير بلاصي وكيديروا عادي بحال شي جمعيه غير هي ما عندهاش الوراق. القانون العالمي ديال ليزولترا هو تيقول لك القانون هو ان الالترا ما عندهاش قانون فهمتي. اي حاجه داكشي كيمشي الافيغل اي حاجه تقدر طرا. دونك كيمشيو مع السياق كيمشيو مع فهمتي ما عندهمش قانون هما. هذيك اونتي ميديا هذه كاينه عند لي زولترا علاش؟ لانه هما كيعتبروا راسهم العمل ديال المجموعه ما كيعتبروش العمل ديال الشخص. دونك دائما هما مثلا ملي كيديروا ميساج ولا كيديروا اتشيف وراه ما تيقولوش مول الفكره واخا تكون هي الفكره ضروري ديال شان شخص فهمتيني. ولكن ما كيقولوش كيقولوا ديال المجموعه الفلانيه ديال. دونك هما حتى هذه القضيه ديال انهم لي ميديا الا مشى شي واحد كيدوي هما ما عندهمش ناطق رسمي بعدا ما نون با ان بورت بارول. علاش؟ لانه ما عندهمش قانون ما عندهمش نظام ما عندهمش فهمتي. هما واحد الناس مجموعين عندهم ان نوايو اللي كيسير واحد المجموعه اللي فيها واحد 4000 5000 ديال هذا. ولكن حتى واحد فيهم ما كيقول انا هو مول المجموعه. عندهمش ان باترون ما عندهمش يقدر يكون ان ليدر فهمتي. ولكن ان باترون في الكوب ما كاينش. دونك حداك حب دور اللي ما كاينش عندهم كيتبدا. انا حتى لي ميديا ما كيبغيوش يمشيو. الا مشيت انا كنقول انا الترا واش ندير واش ندير راه ما بقيتيش الترا بهذا المعنى. عندهم موارد راه عندهم لي زاديرون ديالهم راه كيأديرو ب 120 درهم في العام هذه الاولى. دونك ملي تأديري واحد 3000 ولا 4000 ديال البشر 120 درهم راه غتلقى واحد بيدجي كبير. عندهم دي ماتوس كيبيعوه بحال كجاكيت كاشكول هذا راه كيربحوا فيهم. عندهم مساهمات بعض المرات الا كانت شي حاجه وكانت لاكيس مثلا فيها يقدروا اعضاء ديالهم يديروا مساهمات كتكون اكسبسيونيل. دونك ولكن الحاجه اللي ما كايناش هي انه يكونوا مثلا كيتفونسوا من شي جهه هذيك اللي خايبه اما مثلا من شي بارتي بوليتيك ولا من شي رئيس ديال الفرقه ولا هذا. ديك الساعه كيوليو بحال كيوليو في الجيب ديال هذاك السيد. وهذه هي من الكون برينسيب تخوا برينسيب منهم هذه القضيه هذه انه التمويل الذاتي باش ما يكونوا في اليد ولا في الجيب ديال شي واحد. الالترا على حساب لي زاديرون ديالها على حساب الماطوس اللي دارت وعلى حساب المداخل المساهمه تقدر توصل واحد. الا كانت الالترا مثلا عندها راه نقدروا نحسبوها دابا الا كانت عندنا مثلا 3000 عضو وهذا راه توصل واحد 50 مليون 60 مليون في العام. وكاين الالترات اللي تقدر توصل اكثر فهمتي. لان الا بعتي دو برودوي ولا تخوا برودوي ماشي بعتي واحد عاد زائد لي زاديرون. الا كانوا عندك 3000 ولا 4000 ماشي عندك 10000 فهمتي. دونك راه على حساب المداخل اللي عندهم تقدر توصل حتى 200 مليون في العام. هاد الفكرة اللي كياخذوا الناس على لي زوترا ما خديناش على لي زوترا خدينا على جمهور كرة القدم بصفة عامة. لأنه كيقول لك اللي كيمشي يتفرج في الكورة راه اللي مسالي قبو اللي هذا ما شمكان اللي ما خدامش. هاد القضية ما بقاتش دابا راه كرة القدم ولا تمشي لها الناس كتمشي عائلة كيمشيو بحال غادي للحفل بحال غادي تحضر اسبيكتاكل. راه بدات كتبدل هاد العقلية حتى لي ماغ ملي كثرات هاد الموجة ديال لي زوترا وشافوا ولادهم كيفاش كيمشيو كيفاش طقاو كيفاش عرفوا بان الاخرى ما كتفهمش. بالعكس نعطيكم انا مثال في التجربه ديالي في الترا ايجلز. حنا راه كانت التربيه هي اساس الالترا. راه الانسان اللي كيكمي مثلا الحشيش ولا كيتقرا قبل ما كيكونش معانا ولا مثلا معانا شي دري وتبغي يتبلى راه كان بيني وبينك ياكل العصا فهمتي. بحال كنا بحال الوالدين ديالهم ولا مثلا يدير شي حركه في الجسم ديالو ماشي هي هذيك ولا هذا كنطلبوه باش يحيدها ولا نحيدوها ليه الصحه واش فهمتي. راه كنا كنربيو راه الناس غير غالطين. ورا الدليل هو انه ملي كتكون مثلا شي
شي الله يحفظ شي فاجعه عند شي واحد ولا هذا، راه دابا ولاو بحال العائله ديالهم، هما اللي كيلقاوهم، هما اللي كيجمعوا لهم فلوس، هما اللي كيديوهم. يقدر مثلا شي واحد شي شخص معانا اللي تكون مثلا خوه مريض ولا باه مريض، راه كيقولها كيقولوها صافي، كيبداو الناس كيجمعوا لهم الفلوس، كيمشيو كيعاونوا بعضياتهم وتيخافوا على بعضياتهم وتيحميوا بعضياتهم. بيان سور ما غاديش نقول لك كلشي مزيان ضروري، ولكن الا كان الجروب ضابط امور وعارف علاش غادي وعارف لي برينسيپ اللي غادي عليهم، راه كيمشي عليهم، راه كتكون الامور مزيانه. الناس اللي شادين لي كروب كما كنقولوا النوايو اللي كتكون فيها ان فانتين دو بيرسون، كلهم ناس مسؤولين وناس بيان سور كاين، ماشي ضروري يكون قاري، ولكن على الاقل كيكون واعي وكيكون مع لي برينسيپ ديال المجموعه، فهمتيني؟ وكاين الناس اللي الحمد لله لاباس عليهم، كاين الناس اللي واصلين اوطور، وكاين الناس اللي داوزوا الالترا ودابا راه كنعرفهم انا، كاين اللي ولا قاضي، كاين اللي ولا محامي، كاين اللي ولا ممكن بعدو من لو دومين، فهمتي؟ دونك راه ما هاد الفكره هادي خاصها تعرفوا الناس، بان هادوك الناس راه باغيين الخير للولادات اللي كيتعاضروا معاهم، باغيين الخير لهاد البلاد هادي. قبل ما تخرج